المستشفى الاقليمي لالا مريم، مدير المستشفى الاقليمي لالا مريم، يعطينا كلمه بالنسبه للخروج، مناسبه خروج يعني هاد السيدتين من المستشفى الشفاء الامام. من البدايه ديال ولينا قفتنا النص ديال ما بين العدد المتشافين والعدد ديال الناس اللي دخلوا المستشفى على السيد جميل، يعني وصلنا لتقريبا 47% ديال الحالات شفاء، وهذا رقم ان كان يدل على شيء فانما يدل على ان كاين واحد العمل كبير تيدار على مستوى المستشفى، زائد العمل اللي تيقوم به الجميع. ديما تنقول الشفاء لا يعني بان الطبيب والممرض ولا الاداري في المستشفى، الشفاء يعني واحد المجموعه ديال الناس اللي ساهموا انطلاقا من السلطه، انطلاقا من الاعلام، انطلاقا من بزاف ديال الحوايج. كل حاله شفاء هي مجهود ديال مجموعه ديال المتدخلين، وحنا تنكونوا سعداء صراحه. 47 فرحه من اللي بدا رمضان وحنا تنفرحوا، وقت ما خرجت السيده تنفرحوا معها وتنشطوا معها، لان تنقولوا كاين الامل ديما مهما تكون الجائحه، ويكون هذا كاين الناس اللي تعملوا وكاين النتائج، فاش تكون النتيجه هذا هو الشيء الجميل. الاجمل والافضل اننا ما عندناش حالات في الانعاش، ونتمناو ما يكونوش عندنا حالات في الانعاش، وهذا تيدل على التتبع اليومي والتتبع الجيد، لا على مستوى الدواء، لا على مستوى التغذيه، لا على مستوى النظافه ديال الخلايا اللي عندنا، خليه متميزه ومتميزه جدا اللي كاينه في مدينه القصر الكبير، والخليه الثانيه اللي كاينه في مدينه العريش. دابا انتهينا هنايا وغادي نمشيو برفقه الطاقم اللي هو غير راسو السيد المندوب، باش نمشيو للمدينه ديال العرائش باش نشوفوا عاوتاني حالات كبيرة اخرى اللي هما. دابا وصلنا للتسعود ديال حالات شفاء في يوم واحد، زائد ما الا بغينا نحسبوا 24 ساعه نحسبوا عاوتاني الاربعه ديال البارح، نوليو في عدد ديال 13 حاله شفاء في 24 ساعه، شيء جميل. ولا تقولوا لي كاينين حالات ايجابيه، كاينين حالات ايجابيه، ولكن الحمد لله انها قليله وفي المخالطين ديال الناس اللي هما، وهذا شيء عادي. الا ما كانوش حالات ايجابيه في المخالطين غادي نكونوا تنكرهوا، كاين حالات ايجابيه في المخالطين ديال الناس اللي هما حاملي الفيروس، اللي باقي تنقول ماشي معتبر واحد الممرض عندنا، ولكن حاملي الفيروس اللي غادي يتشافوا ان شاء الله. كاين حالات اخرى اللي باقا خدات علاج طويل، تنتسناو النتائج ديالها، وان شاء الله فاش تخرج النتائج ديالها غادي تكون حتى ان شاء الله انتم تكونوا حاضرين معنا فاش نقولوا لهم راكم بريتو ويمشيوا للمنازل ديالهم بسلام. نعم، المتتبعين ديالنا كيبغيو يعرفوا الحاله الوبائيه في الاقليم، يعني بالنسبه للارقام والمعطيات الجديده. حنايا كما قلنا في 47 حاله ديال الشفاء لحد لحد البارح، كانت عدد الوفيات اللي عندنا كانوا جوج وفيات نتبعوهم، لان وفيات اللي ما توفاوش عندنا في المستشفى، وفيات اللي كانوا على هذا. تم استبعاد اكثر من 800 حاله، حنا في 796 حاله، دونك 800 حاله مستبعده. فاش نقول حالات مستبعده هي حالات اللي تجرات لهم التحليلات وخرجت سلبيه. يتم تتبع، ما بغيتش نعطي الرقم، ولكن راه الاف ديال التتبع ديالهم، بحيث ان معنا الفريق هنا سي العلام سي جهاد تنتبعوا، ميم الناس اللي ما تكونوش تتصوروا، راه ما تنتبعوش غير المرضى والعائله ديالهم، ولكن تنتبعوا اي انسان جاي بحال دابا سي علام تيتبع 20 ناس اللي تيسوقوا الكاميونات اللي تيجيو من برا وتيدخلوا للمغرب. تيتم التتبع ديالهم يوميا من اليوم ديال الدخول ديالهم للمدينه حتى المغادره ديالهم للمدينه، ويتم تتبعهم بالتنسيق مع مدن اخرى، لان هذه جائحه وخصنا نضبطوها من جميع المداخل والخارج ديالها. في نفس الوقت الفريق ديال التدخل السريع يقوم بعمل كبير على مستوى جميع التجمعات التجاريه، وهذا المؤسسات اللي هي هذا تيداروا فيها دي بريليفمون. حنا غادي نوصلوا لصفر حاله، ولكن فاش نوصلوا لصفر حاله تكون مضبوطه على مستوى الارقام بشكل عام، ما تكونش غير حالات اللي غادي نقولوا صفر حاله وحتى يكونوا حالات اخرى منتشره. دونك هذا العمل اللي تيتقام به في نفس الوقت اللي تنهضر معكم، كاين فروق اللي هي على تقدروا تتبعوها، راه هي كاينه على برا، اللي تتقوم جميع التحاليل ومجموعه ديال التحاليل باش نهار نكونوا براو الناس كاملين نكونوا متيقنين بلا برا ما عندناش حالات اخرى. نعم، تم تعيينك في مهمة جديدة، هو مدير بالنيابة بالنسبة لمستشفى القصر الكبير، يعني كيف يمكن المتتبع يريد أن يتعرف على يعني كيف يمكن التوفيق يعني على مستوى القصر الكبير والعرائش إضافة مهمة جديدة إلى وظيفتك؟ غير للتوضيح فقط، مستشفى ديال القصر الكبير هو احنا عندنا مستشفى إقليمي، ما عندناش مستشفى واحد، المستشفى الإقليمي فيه مستشفيين، ونحن نشتغل بمستشفى واحد. الإدارة ديال المستشفى الإقليمي هي المسؤولة عن التسيير ديال المستشفى ديال القصر الكبير، يعني لا جديد. الجديد هو أن تم السيد اللي خدمنا تما، وكان تنشكروه، فرصة بأننا نشكروا سي مراد اللي اشتغل بجد واجتهاد، والدليل هو مجموعة ديال الأمور اللي دارت في مدينة القصر الكبير، الإعفاء ديالو ومورا هذا لا بد اوتوماتيكمون غادي يكون مسؤول على الاداره ديال المستشفى ديال القصر الكبير المدير ديال العرائش، حتى يتم تعيين المدير ديال القصر الكبير. يعني هذه غير تسيير اللي هو منطقي، يعني
قبل راه حنا تنسيروا للقصر الكبير بتنسيق مع المدير ديال المستشفى المحلي، يعني ماشي شي حاجه جديده وماشي تعيين اي حاجه. دونك الى واحد النهار تحيد المدير ديال العرائش اوتوماتيكمون المندوب راه يسير الاداره ديال العرائش حتى يتم تعيين المدير. التعيينات ديال المدير ديال المستشفى تتمشي بلابيلا كونديداتور، ماشي تعيينات تتكون بترشح ولا بترشيح وتدوز امام اللجنه الوطنيه. دونك هتفتح هذه الايامات وغادي يكون ان شاء الله المدير ديال القصر الكبير اللي نتمناو اي واحد يكون اضافه. وتنشكروا بهذا المنبر كل من يعمل في جميع مستشفيات المدينه وفي المراكز الصحيه اللي تقوموا بعمل جبار، وتنشكركم تنشكركم.